بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، معجزة زادتني إيمانا. الحقيقة وأنا أتأمل هذه الأمواج الرائعة، حقيقة أتأمل خلق الله سبحانه وتعالى، أود أن أعرض هذه الدراسة العلمية التي تفسر قوله تعالى دحاها. ما معنى دحاها؟ طبعا علماء اللغة والمفسرون لهم أقوال كثيرة، ولكن نحن دعونا نتوجه إلى العلم، إلى لغة العلم، ماذا يقول العلماء. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني كأن الآية التالية أيها الأحبة تشرح ما قبلها، يعني دحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها. الدحو أيها الأحبة هو يعني إشارة إلى بيض النعام، يعطيك إيحاء بالشكل الكروي أو البيضوي، وهذا الأمر فيه دليل على كروية الأرض أو أن الأرض بيضوية. ولكن أيضا الآية هنا أضافت معنى جديدا لدحاها، وهو عملية إخراج المحيطات والبحار من باطن الأرض. يعني أنا عندما أتأمل هذا البحر، من أين خرج هذا الماء؟ من أين جاء هذا الماء؟ كيف تشكل بدرجة ملوحة محددة؟ الحقيقة الدراسة التي أود أن أعرضها عليكم هي اكتشاف علمي جديد نشر عام 2015، يؤكد أن المحيطات والبحار إنما تشكلت في باطن الأرض أساسا ثم خرجت منها، أي أن الله أخرج البحار والمحيطات، الماء بشكل عام أخرجه من الأرض. وهذه مفاجأة حقيقة، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ الحقيقة هذا الاكتشاف الغريب نشر يعني أواخر 2014، وأثار تساؤلات كثيرة حول مصدر الماء، من أين جاء الماء. الحقيقة الماء له أصل كوني، أصل كوني أيها الأحبة، يعني جاء من المجرات والنجوم البعيدة، لأن الأرض عندما تشكلت تشكلت من الغبار الكوني المليء بالماء، وقذفت بتريليونات النيازك المليئة بالماء أيضا. ولكن هذا الماء تشكل في باطن الأرض وبقي لملايين السنين، ثم بدأ يخرج عبر عملية فيزيائية معقدة جدا، تشققات، تصدعات، تبرد لقشرة الأرض، خرج منها هذا الماء وامتزج بصخور الأرض وبنسبة أملاح محددة تناسب حياتنا نحن الآن أيها الأحبة. الحقيقة الاكتشاف أيها الأحبة، هذا الاكتشاف الجديد يؤكد وجود كميات هائلة من المياه على عمق من 620 كيلومتر تقريبا، أو من 400 إلى 620 كيلومتر. تصوروا هذه الكميات الهائلة موجودة داخل الصخور الملتهبة، لأن درجات الحرارة أحبتي في الله في أعماق الأرض عظيمة جدا، آلاف الدرجات المئوية، الصخور تغلي طبعا. أنا لدي هنا أيضا دراسة قامت بها جامعة ليفربول، تقول إن الكميات الكبرى من ماء الأرض ليس على سطحها بل في باطنها. يعني هذا الماء الهائل الذي نراه على الأرض والذي يشكل تقريبا 71% من مساحة الكوكب، هذه كمية قليلة. الكمية الكبيرة جدا موجودة داخل الأرض على أعماق 400 أو 600 كيلومتر أو 1000 كيلومتر في دراسة أخرى أيضا. يقول العلماء، تأملوا معي أيها الأحبة، يخرج الماء من بين الألواح. نحن نعلم أن
أرضنا ليست كتلة واحدة بل مقسمة إلى ألواح، تخرج المياه من بين هذه الألواح. طبعا قشرة الأرض مقسمة لإثنى عشر لوحا، والمياه تخرج من الفراغات بين هذه الألواح وتتدفق عبر هذه الألواح حتى تصل إلى السطح وتملأ الفجوات، تملأ الوديان وتشكل هذه المياه وهذه البحار. ولكن هنا ملاحظة أيها الأحبة، هذه العملية لا تحدث عشوائيا أحبتي في الله، لا يمكن أن تحدث هذه العمليات المنظمة بشكل عشوائي. لذلك نحن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وهذا الاكتشاف العلمي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، لأنه في الماضي كان الناس يعتقدون أن الكون أزلي وأن الماء هذا موجود منذ بداية أو منذ الأزل، ليس له بداية وليس له نهاية، وأن كل شيء وجد هكذا وسيبقى هكذا. هذه نظرة الفلاسفة في القرن السابع الميلادي عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أن نجد كتابا في ذلك الوقت يقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الأمر لا يمكن أن يتصوره عقل أن هناك إنسانا يمتلك هذه المعرفة. هذه الآية تطابق بنسبة 100% الدراسة العلمية الحديثة. لذلك أيها الأحبة، والله كلما تأملنا آيات القرآن نزداد إيمانا ونزداد يقينا بهذا الخالق العظيم، ونزداد أيضا ثقة وتسليما بصدق الله عندما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، والحمد لله رب العالمين.